يعني الحقيقه الظروف اللي بيمر بيها الاهلي يمكن تكاد تكون غير مسبوقه، سواء مع مونتاري او بنتكلم مع بالميراس. عندنا كان غيابات وغيابات باعداد كبيره جدا وضخمه وما كانتش فعلا في الحسبان. نيجي دلوقتي لبالميراس، برضو الوضع كما هو عليه، انت هتلعب من غير اللعيبه الدوليين وما زال برضو الوضع مش افضل شيء، ولكن الاهلي الحمد لله زي ما احنا دايما عندنا ثقه فيه بيقدر على الارض ان هو يثبت. الاهلي بمن حضر لعبه ماتش جميل جدا قدام مونتاري، لدرجه ان بعض المديرين الفنيين وتحديدا اللي هنتكلم عن فيريرا اللي هو المدير الفني لبالميراس كان بيقول ان انا ما كنتش متوقع ان الاهلي اللي هيفوز، كنا متوقعين ان احنا هنقابل يعني مونتاري. فالاهلي دايما يعني بيفاجئنا وبيدينا هذه الثقه اللي فعلا فعلا يعني مستحقه. على كل حال هنتكلم في ده وهنتكلم في اللي جاي والمواجهه المرتقبه اللي البعض بيطلق عليها برضو الثاريه، هنعرف كل ده. بس خلينا نرحب في البدايه ب يعني كابتن احمد فوزي نجم الاهلي السابق اللي منورنا. صباح الفل. صباح الفل عليك وعلى كل المشاهدين. اهلا بحضرتك، منور الدنيا كابتن احمد. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ عزك زي الفل يا حبيبي. ماتش قوي النهارده. اكيد ماتش قوي ومش عايزين نطلق عليه ثأري، لان احنا في الاول وفي الاخر احنا فرق كبيره، بالميراس فرقه كبيره، بنلعب في كاس عالم الانديه، فما الموضوع مش موضوع ثأر، انما من الموضوع ناحيتهم هم يا كابتن مش احنا يعني. ما ده ما هو من ناحيتهم برضو انت كسبتيهم ضربات جزاء. خلينا بس نكون واقعيين، احنا تعادلنا وكسبناهم ضربات جزاء وخدنا يعني الثالث. بنفس المنطق ده ما عندكش احساس بالثأريه ناحيه السنغال مثلا في الماتشين اللي معمولة بيهم؟ لا لا والله ابدا، موضوع الثأر ده اللعيب يحس بيه في الملعب، انما انت بره ما تقدرش تتكلم عليه بنفس المنطق، لان في ناس بتترجم كلامك غلط. بدليل ان ايتو لما اتكلم على انها حرب للعيبه بتاعته، لا 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 حرب كرويه، وهو وضح ده بعد كده. ماشي، انا بقول لك اهو، الناس بتفهم الكلام بطريقه مش كويسه، انما في العموم في الملعب هتبقى اللي عايز تكسبه هي دي، وفي حد هي دي. النهارده هم جايين عايزين يكسبوك. النغمة التعالي اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت مش موجودة، حتى التصريحات ابتدوا يقلوا فيها شوية، ابتدى التركيز يكون معانا أكتر، بيدرسونا على المدى البعيد زي ما قال مستر فيريرا إن هم كانوا متوقعين مونتيري اللي لعبهم. فطبعا كل ده بيديك قوة زي ما بيقولوا إيه يعني، أنت بيعمل رهبة رهبة ليك قبل ما تلعب قبل ما تلعب الجيم، فده في حد ذاته سلاح ذو حدين. أيوة. يا يعني نستغله يا يبقى علينا، يا يبقى هم عندهم الروح والحماس والانضباط اعلى، يا اما انت تستغله والرهبه اللي انت عاملها لهم ديا تنزل تدوس عليهم اكتر، هيبتدوا يقعوا هم. فانما طبعا هم كفرقه، هم فرقه محترمه، فرقه انت بتتكلم في ال 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 108 مليون يورو كقيمه تسويقيه، احنا 34.1 تقريبا، احنا بعيد قوي عنهم، فرقم كبير جدا بالنسبه لنا، اربع اضعاف تقريبا او ثلاث اضعاف ونص. فرقه من الفرق المحترمه، فرقه بتاخد ثاني سنه على التوالي البطوله بتاعت امريكا الجنوبيه، وما ادراك ما امريكا الجنوبيه طبعًا اللي هي طبعًا مفرخه معظم اللعيبه في العالم كله، دول حرفنه كلها كلها. فلا طبعا الماتش قوي، فرقه بتلعب 4 2 3 1 على احسن ما يكون، بيلعب ما عندهمش سيستم واحد. يعني انت وانت بتقابل حد بتفكر انت هتقفله الاطراف ولا هتقفله المنتصف ولا هيلعب طويل، لا هم بيلعبوا الثلاثه، عندهم قدرات يلعبوا الثلاث طرق، بيقدروا يغيروا في الملعب، بيلعبوا كتير 4 4 2 في بعض الحالات لما بيبقوا مزنوقين وعايزين يكسبوا بينزلوا راس حربه ثاني. فهم فرقه كويسه جدا، عاملين حسابك كويس وعارفين انت شغال ازاي واشتغلت الماتش اللي فات ازاي، وهيلعبوك من هذا المنطلق. احنا ناقصين، وناقصين لعيبه مهمه، وناقصين لعيبه، انت بتتكلم في 9 لعيبه المصابين، يعني ربنا يشفي عمار ويشفي اكرم توفيق ويرجعهم لنا بالسلامه، وعندك 6 بتوع المنتخب، الستة بتوع المنتخب مش هتقدر تعتمد على حد فيهم، لو اعتمدت هتعتمد على 2 بالكتير، لان هم لسه فعلا وصلين. اكد ده صحيح، ده اكيد، لان هم لسه واصلين امبارح بالليل، فهتبقى اعتماد لو جايين من مطحنه لا سيبك مش مطحنه بس، ده انت جايين من سفر من كاميرون للقاهره ومن القاهره للامارات، واربع ماتشات ب 120 دقيقه كل واحد فيهم. ما هو ما فيش حد لعب الاربع ماتشات غير السوليه وحمدي ومحمد عبد المنعم، فدي اللي ايه ممكن انت ما تستخدمهمش كلهم. حتى السوليه لو هتستخدمه شوط وتنزل حمدي فتحي مكانه الشوط الثاني، لان هم بقوا 5 تغييرات برضو سهلوا علينا شويه الدنيا. انت عندك محمد شريف بقاله يمكن البطوله كلها ما لعبش على بعضه ماتش واحد، ايمن اشرف بقاله ماتشين مريح، فان شاء الله ان شاء الله يكون في استفاده من بعض اللاعبين ولكن مش كلهم، انما هي قصه برضو الارهاق. خلي بالك السفر متعب اكتر من اللعب،
يعني طول عمرنا. والضغط أصلاً يعني بالضبط ومباراة زي دي كارثة تانية برضو ضغط أعلى طبعا. فطبعاً يعني ربنا يكون في عونهم وربنا، وغير إن اللعيبة اللي لعبت الماتش اللي فات ومستر موسيماني قال الكلام ده امبارح من حقهم ياخدوا، لأن هم شالونا في وقت طبعا. ضعفنا أو في وقت قلتنا شالونا وكسبونا وعملوا جيم كويس جداً، فبرضو ما تقدرش تستغنى عن حد فيهم. فيعني في حسابات كتير، اعتقد ان المباراه هتبقى حساباتها كتير، وان شاء الله ان شاء الله يا رب بس نطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله.